يتميز الإنسان بكونه اجتماعي بطبعه ومتعدد في علاقاته مع الآخرين، ما بين الأهل والأقارب والأصدقاء وحتى زملاء العمل. ولكن عشان تكون علاقاته سليمة مع محيطه الخارجي، يحتاج أولاً إلى أن يفهم ذاته ويحسن إدارتها، وبالتالي يتجنب الوقوع يمكن في أي علاقة غير صحية أو ما تسمى حالياً بالعلاقات السامة، واللي تأثر بالتالي على نفسية الشخص وثقته بنفسه. خلونا مشاهدينا نحكي أكثر في هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الدكتور عبد العزيز طالع، مستشار تدريب في التنمية الذاتية. مساك الله بالخير دكتور عبد العزيز. مساكم الله بالأنوار والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام دكتور، الله يسعدكم. سعيدين جدا بتواجدك اليوم معنا، وجدا هالنقطة مهمة. يمكن كثير ناس تكون علاقاتهم سامة ولكن لا يدركون ايش السبب، ولكن يمكن في البداية نحكي عن الشخص وكيف يكتشف ذاته وكيف يفهم نفسه. أحسنتم. أول شيء الموضوع يبدأ من الذات، وأنا دائما أقول في أسئلة، ثلاثة أسئلة جميلة جدا نسميها أسئلة الانفتاح العقلي. يعني أنا لما أبغى أنفتح على العالم لازم من خلال ذاتي، من خلال هالأسئلة الثلاثة. السؤال الأول، من أنا؟ والبعض يتوقع من أنا هو اسمه وقبيلته ومرجعيته. لا، أنا هي مجموعة من المعتقدات والقيم والأفكار والتوجهات والاتجاهات العقلية. ننتقل إلى السؤال الثاني، ماذا أريد؟ اللي هي أهدافي، وأهدافي لازم تكون مرتبطة بمن أنا. من أنا ترتبط فيها أهدافي. يعني البعض يختار أهدافه بحسب الأهداف اللي يختاروها الناس كلهم. لا، لك أنت أهداف خاصة بذاتك. ثم ننتقل للسؤال الثالث، كيف أصل إلى ما أريد، اللي هي الوسائل. ما هي الوسائل المناسبة لهذه الأهداف التي تتناسب مع من أنا؟ بكذا نكون حنا على الأقل وصلنا إلى فهم ذواتنا من خلال أهدافنا. طيب دكتور عبد العزيز، مره مهمه جدا الثلاث اسئله هذه، وصراحه وانت قاعد تذكرها انا قاعد اجاوبها على نفسي. لكن الان احنا لما نقول دلالات او علامات اني انا كشخص ابغى اطلع من علاقات سامه او علاقات سيئه او تؤثر علي الى علاقات ايجابيه، هل هذا ايضا يتطلب دراستي لذاتي ولا دراستي للمحيط الخارجي حولي؟ جميل جميل، السؤال جوهري. اول شيء فهمك لذاتك هو أول حاجة أن تبني عليها هذه المنظومة من حولك. الأمر الأهم بالنسبة لنا في فهم ذاتك هي نقاط قوتك وضعفك على عجلة الحياة. يعني عندك الاتجاه الروحي، الاتجاه العاطفي، الاتجاه الثقافي، الاتجاه الاجتماعي، الاتجاه المالي، الجسدي. كل ما فهمت نفسي على هذه الاتجاهات بشكل ذكي أستطيع بإذن الله أفهم من أنا. لكن انتقالي للدائرة الأوسع، دائرة المحيط، فهناك ما يسمى بالمعايير، معايير على مستوى الدين، على مستوى الثقافة اللي أنت فيها، على مستوى الأخلاق. هذه المعايير اللي أنت لازم تبنيها ممكن من خلالها تنطلق للمحيط الخارجي. لكن أنا دائما أنبه على أمر، لا تستمع للآخرين في نقلك بوعيك إلى المحيط الخارجي، يقول سو كذا افعل كذا، لأنك أنت لك شخصية مستقلة. أنت إنسان مثلا خجول شوية، أنت إنسان مثلا عندك مبادئ خاصة، فلا تستمع للآخرين، انظر إلى المعايير الخاصة بالمجتمع وانطلق من خلالها. طيب دكتور عبد العزيز، قاعدين نتكلم عن المعايير، بس شوي لو نبي نتكلم عن تقدير الذات، إيش مفهومه وإيش معناته بالضبط، وكيف أقدر ذاتي من خلال الناس المحيطين فيني واللي حالي؟ يا سلام. هو تقدير الذات للأسف البعض يقيس تقدير الذات من خلال تقدير الآخرين له، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة جدا. أنا ما صعب جدا أني أنا أعرف من أنا من خلال رأي فلان وعلان. صح. صحيح أني لازم أني أستمع للآخرين، أستمع لآرائهم ممكن، لكن تقدير الذات عرفوه بتعريف بسيط جدا، قالوا تقدير الذات هو صورتك عن ذاتك. أنت تشوف نفسك إيش؟ تشوف نفسك إنسان رائع، تشوف نفسك إنسان منجز. صح أنك لازم تقيسها وتسقطها على بعض زي ما قلنا معايير معينة خاصة بالدين وبالمجتمع، عشان ما تكون إنسان
خارج عن حدود الدين والمجتمع اللي حولك وتقول أنا أقدر ذاتي. لكن احذر، ودائما أحذر الجميع، لا تقيس تقديرك لذاتك من خلال ما يقوله الآخرين عنك. انتبه دائما، شوف أنت ماشي صح، ارفع في تقديرك لذاتك. الله، أحيانا لما نقدر نفسنا يقول لك أنت صرت مغرور وأنت هذا، طب أنا بقدر ذاتي وبديها قيمتها. لكن السؤال المهم الآن، في بعض العلاقات اللي تكون سلبية وأنا أكون فيها وما أكون أعرف أنه هذه العلاقة سامة، فإيش هي العلامات اللي تدل أنه هذه العلاقة غير صحية؟ يا سلام. أول شيء، العلاقة السامة نعني فيها العلاقة المؤذية على مستوى المشاعر، على مستوى الأفكار، على مستوى حتى على مستوى الجسد. البعض عنده علاقة وبعد فترة يتعب يمرض، هذه مش علاقة جيدة أبدا. وقال واحد هذا حب طبيعي، يقول هذا مرض. العلاقة الجميلة الهادئة هي اللي فيها توازن على كافة المستويات. لكن كيف أكتشف هالعلاقة؟ في مجموعة بعض خلنا سامحوني أقول لكم بعض العلامات والدلالات عليها إذا سمحتوا لي. تفضل. الدلالة الأولى هي كثرة الخلافات. شخص دائما يوقعك في مشكلة، ودائما مشكلة وراء مشكلة وراء مشكلة. ما أقصد الخلافات ما فيها مشكلة في حد ذاتها، لكن تتكرر دائما في اليوم 10 مرات 100 مرة. الأمر الآخر، لا يعترف بخطأه. هذا الشخص دائما يبحث عن الاعتذار عند الآخرين، اعتذروا مني أنا ما أغلط. هذه علاقة سيئة. الأمر الأخير هو التناقض في السلوك، يقول شيء وهو يسوي شيء. صح. إذا جمعت على هذه كلها ستجد أنك داخل علاقة تحتاج أن تخرج منها بسرعة. دكتور عبد العزيز طالع، مستشار تدريب التنمية الذاتية، شكرا لتواجدك معنا. نتابع بعد الفاصل. تهاني معاي الفنانة تشكيلية متخصصة بالرسم الواقعي، تتحدث لسيدتي عن سر تميزها واحترافيتها.